طيب الله أوقاتكم بالخير والمحبة والوئام، وأهلا وسهلا بكم طلبة الثانوية العامة في كل مكان إلى هذا الجزء الثالث من درس رسالة إلى صديق قديم، حيث أنني في كل جزء أتناول رقما من الأرقام في القصيدة. ففي الجزء الأول تناولنا الرقم 1، وفي الجزء الثاني تناولنا الرقم 2، واليوم سنتناول رقم 1 في صفحة رقم 20، وتبدأ من قول الشاعر: وأحفظ في شرايين الأحاديث التي باحت بها القبال. أود أن أنوه أنني سأقوم بقراءة هذه القصيدة كاملة عند الانتهاء من شرحها وتحليلها، وتعالوا بنا نبدأ. أولاً، هذا الدرس مشترك لكل الفروع بلا استثناء، شو ما يكون فرعك موجود في هذا الكتاب، موجود في هذا الدرس في أي من كان كتابك. كان الكتاب اللي بين أمامنا مش راح يتعدى كونه كتابين بالمناسبة، بس هذا الكتاب المشترك لجميع الفروع، وهذا كتاب المسار المهني، والدرس موجود في الكتابين. طيب، ما الفكرة الرئيسة التي يتحدث عنها هذا النص أو هذا المقطع؟ أو إذا جاء في الثانوية العامة سؤال وعرفت أنه النص اللي أخذ من قصيدة رسالة إلى صديق قديم يندرج تحت هذا القسم من الدرس، ماذا تقول عن هذا أو عن هذه الفكرة الخاصة بهذا الجزء من الدرس؟ نقول بالفكرة الأساسية، مش عارف الكلام الأزرق راح يا جماعة، اللي بعوزه بضيع. الوفاء للشهداء والأسرى والجرحى ولكل من ضحى من أجل الوطن. إذن الفكرة الأساسية: الوفاء للشهداء والأسرى والجرحى ولكل من ضحى من أجل وطنه. هذه الفكرة الأساسية. تعالوا بنا نبدأ. وأحفظ في شرايين الأحاديث التي باحت بها القبل. هنا وأحفظ في شراييني، نحن لا نحفظ الأمور داخل الشرايين، نحفظ الأمور في مستودع، في مستودع أسرار، في خزنة. فهو يشبه الشرايين بمكان حفظ الأحاديث ومستودع الأسرار. والتشبيه الآخر: التي باحت بها القبل. القبل لا تتحدث، وإنما يتحدث الإنسان، فهو شبه القبل بإنسان يبوح. الشاعر هنا يتحدث عن الوفاء للوطن ولأصدقائه بأنه يحفظ في شرايينه، دلالة على عدم النسيان، مش أي يعني تذكر، أذكر هذا الأمر، دلالة على عدم النسيان. أحفظ في شرايين الأحاديث التي كانت تدور في الوطن، تدور بين الأصدقاء عندما يتسامرون، عندما يذهبون، عندما يأتون، فأحفظ هذه الأحاديث، وهذا دلالة على شدة انتمائي للوطن. وأحمل في خلاياي الذين بحبهم قتلوا. أيضا شبه الشاعر خلايا جسده بموطن الشهداء، لأنه الذين بحب الوطن قتلوا هم الشهداء. ومن بترابهم ودمائهم جبلي. جبلي ما المقصود بها؟ أيضا اللي هي كناية عن التضحية والشهادة، والمقصود بها الشهداء. ومن بترابهم، بترابهم الباء ماذا أفاد حرف الجر هنا؟ أفاد السببية، بسبب التراب والدم. جبلوا، جبلوا، جبلوا بمعنى فطروا، أي ولدوا بالفطرة، يعشق الشهادة ويعشق التضحية. نستطيع أن نقول أيضا: أصدقاء الطلبة من اعتقلوا ومن صلبوا فما تابوا، ولا عن عدلهم عدلوا. نتحدث عن الذين اعتقلوا، عن الأسرى. ولذلك أنا ذكرت في بداية الفكرة الأساسية هو الوفاء للشهداء والأسرى والجرحى أيضا. ومن، لماذا جرحى؟ لأنهم من صلبوا، صلبوا الأصول هنا عذبوا، بتعرفوا الإنسان لما بدهم يزيدوا في تعذيبه بصلبوه، أو إحنا بلغتنا العامية بيشبحوه، وقفوه رفع ايدين، رجلين، بعلكم نجريات، وبعرفش هاي اساليب
التعذيب التي تحدث عنها الروائي الكبير عبد الرحمن منيف في روايته شرق المتوسط. طيب نعود ونقول: من اعتقلوا ومن صلبوا فما تابهم، كل من ضحى من أجل الوطن شهداء وأسرى، ولا عن عدلهم عدلوا. شوفوا عدلهم وعدلوا، شو في عندها أنا بين هذول الكلمتين؟ في بينهن جناس، وهذا الجناس نوع ناقص. ليه ناقص؟ لأنه في عدلهم وفي عدل، هان ثلاث، فاختلف الأحرف في الترتيب في كذا، فصار في عندي جناس، وهذا الجناس جناس ناقص. ومن عزلوا فما ملوا عذاب سجونهم أبدا، بل إن غرامهم مللوا، ومن وصلوا ضمير ذواتهم عشقا ولم يصلوا. يعني أنا سبكت على السريع مشان أوصلكم ما بين من وصلوا ولم يصلوا. شو في بينهن؟ في بينهن طباق عكس بعض، ولكن هذا الطباق اسمه طباق سلب. شو طباق السلب؟ انك تحط لا قبل الكلمة بتنفيها. هاي وصلوا لم يصلوا، نفي يعني، سواء لا او لم، نفي، صار عندي طباق سلب. طب شو طباق الإجاب اذا؟ طباق الإجاب هان ردوا عكسها، سألوا مباشرة. لو قال ردوا لم يردوا صار طباق سلب، بس ردوا سألوا عكسها مباشرة صار طباق إجاب. تعالوا نرجع. وأحفظ أنا الفاعل، شو بدك تحفظ؟ براو عليكم. إذا الأحاديث شو إعرابها؟ بدها تنحفظ مفعول به منصوب بالفتحة. واستخرج من النص كلمة ممنوعة من الصرف لكنها صرفت، وبين سبب صرفها. الأحاديث، لأنها صيغة منتهى الجموع، وسبب صرفها لأنها عرفت بأل. باحت، من التي أو ما، مين اللي باح؟ مين اللي حكى؟ القبل، لا، إذا الفاعل. وأحمل في خلاياي الذين، شو إعراب الذين إذن؟ كو كلبكم. وأحمل أنا الفاعل، أحمل أنا، بدي أحمل إلي الذين. إذا هذول بدهم ينحملوا، يعني بدهم يتأسسوا في الإعراب، بدك تفهم الجملة، بدهم ينحملوا، لا، إذا مفعول به. إذا الذين اسم موصول مبني على الفتح، الذين في محل نصب مفعول به. شوفوا في خلاياي، في حرف جر، خلايا اسم مجرور، ولو انه شكلها هيك جاي، مي هذه هيك، خلايا اسم مجرور بالكسرة المقدرة، ألف هذه حرف علي ما ببين عليها، وهي مضاف والياء مضاف إليه، وسلامتكم وتعيشوا. فحرف جر اسم مجرور وهي مضاف والياء مضاف إليه، الذين بحبهم قتلوا. شوفوا انتبهوا لهذول الكلمات، مش قتلوا قو، ومش جبلوا جبلوا، ومش صلبوا صلبوا. هذول قتلوا وجبلوا وصلبوا، الواو اللي فيهن نائب فاعل، واذا في اشي زيه بدي يمشي من هالاخر الدرس شو اعرابه؟ نائب فاعل، لانه الفعل ما بني للمجهول. ومن بترابهم ودمائهم جبلوا، كنا الباهن افادت لايش؟ السببيه. ومن اعتقلوا في الاسر، ومن صلبوا عذبوا، فما تابوا عن مقاومه الاحتلال، فما تابوا عن البحث عن حقوقهم المسلوبة. من؟ ما نوع من؟ من الموصولة، ما أو من الموصولة، من الموصولة، ما تابوا، من نافية، تابوا الواو الجماعة فاعل، ولا عن عدلهم عدلوا، واو الجماعة فاعل، مش عدلوا، عدلوا فاعل. ومن عزلوا في السجن الانفرادي وفي الحبس الانفرادي، فما ملوا عذاب سجونهم أبدا، ما أثر فيهم هذا الحبس الانفرادي. اسألوا مروان البرغوثي في كتابه 100 يوم في الزنزاني، 100 يوم في الحبس الانفرادي،
وبتعرف شو يعني حبس انفرادي. فما ملوا عذاب سجونهم أبدا، بل إن غرامهم ملل. بالعكس، الغرام شدة الحب وكثرة هذا الحب. فلاحظوا، ملوا فعل فاعل، عذاب مفعول به منصوب، وهي مضاف سجونهم مضاف إلى، بل إن، شفتوا إن، إذا بدها اسم وبدها خبر. غرامهم اسم إن المنصوب بالفتح ومضافهم مضاف إليه، ومللهم خبر إن المرفوع بالضمة. طيب لاحظوا، بل حرف عطف يفيد إيش؟ يفيد الإضراب، وهذا من أشهر المعاني اللي بفيدها هذا الحرف. ومن وصلوا ضمير ذواتهم عشقا، يا جماعة هذه كناية عن حب الوطن والتضحية من أجله، وبالتالي عشقا أجا إعرابها أو بيجي إعرابها مفعول لأجله. تمام، خلينا نضبط السبورة بسيطة. فإذا عشقا مفعول لأجله، لأجل الوطن عشقا. ولم يصلوا فعل مضارع ماله، طلعوا قبله يصلوا، أصلها يصلون فش إن. ليه؟ لأنه أجت لم حذفت الإن. إذا فعل مضارع مرفوع، لا منصوب مجزوم حسب لم. لم حرف إيش؟ حرف جزم. أن لن كي حرف نصب، ومن لم حرف جزم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمية حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة واو الجماعة فاعل. وأحفظ في شراييني مين؟ الذين، رجع إعراب مفعول به، الذين عيونهم أمل. ولاحظوا هذا السؤال كتاب في الإعراب، ما إعراب سلاحهم الحجارة؟ مبتدأ وخبر. سلاحهم مبتدأ مرفوع بالضم وها مضافهم مضاف إليه، الحجارة خبر، الواو حرف عطف، والدفاتر اسم معطوف، والحب الذين في سرهم حملوا. هنا يتحدث الشاعر عن سلاح، السلاح الذي يقاوم به المحتل مثلا. ماذا يقاومون؟ يقاوم سلاحهم الحجارة والدفاتر والحب. وبالتالي هذا كناية عن السلاح البسيط ذي الأثر العظيم. سلاح بسيط ولكن أثره كبير جدا. فلسطينية أحزانهم، مبتدأ خبر، فلسطينية أحزانهم في الدرس، إن ردوا وإن سألوا. كنا في عند طباق إجاب، والهدف منه توضيح المعنى وتوثيقه. وفلسطينية أو فلسطينية أحزانهم في الدرس، شبه الحزن بالإنسان الفلسطيني. فلسطينية أحزانهم، شبه الحزن بالإنسان الفلسطيني. الإنسان الفلسطيني الحزن بادي عليه حتى في الحصة، حتى في الدرس. هيدا منجيب سيرة الاحتلال، ومنجيب سيرة الهجرة، هجرة العقول إلى الخارج، وكيف يريدون منا أن نترك هذا الوطن. يتبقى لدينا أصدقائي الطلبة في كل مكان أن نشرح وإياكم المقطع الأخير من هذا الدرس. إن كان لديكم أيضا أي استفسار، أي معلومة لم أتطرق إليها، أي شغلة حابين يعني أزيدكم فيها، ما عليكم سوى كتابة ذلك في التعليقات. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في الجزء الأخير المتبقي من رسالة إلى صديق قديم.